من زمان جدا ما لقيتش بودي لوشن خفيف وامتصاصه سريع جدا على الجسم، وفي نفس الوقت فيه مكونات تفتيح وترطيب حلوة قوي، وكمان سعره افوردبل بالنسبه لاغلب الناس، وبيدي لمعه حلوه جدا للجسم زي البودي لوشن ده. وده الوايتنينج بودي ميلك من براند اسمها اليجون. حرفيا امتصاصه خفيف جدا وفي نفس الوقت بيدي لمعه تحفه للجسم وبيسيبه مترطب وناعم قوي. في شيا باتر وكوكونات اويل وزيت الكاكاو وجلسرين، والحاجات دي بترطب الجسم كويس قوي وبتعالج التشققات والجفاف بالذات في الشتاء. واللي عجبني فيه انه مش بس بيرطب الجسم وخلاص، لا ده كمان في مكونات تفتيح حلوه قوي للجسم زي فيتامين سي، النيسيناميد والالفا اربوتين، والحاجات دي بتفتح الجسم وبتعالج التصبغات واثار الحبوب والبقع. ده غير ان هو مناسب لجميع انواع البشره ومضاد للتحسس، مش هيعمل اي التهابات خالص، وريحته حلوه جدا جدا وسعره حلو قوي، وزي ما انتم شايفين كميته كبيره جدا هتقعد معاكم تقريبا الشتاء كله. انا بستخدمه بعد الشاور وجسمي لسه مندي كده، بحط منه كميه بسيطه وبوزعها على جسمي كله، وحرفيا بيتشرب في اقل من دقيقه. صراحه عجبني قوي وانا برشحه لكم، لازم تجربوه.